الأمم إنما تعيش بالخلفيات، كيف تعيش؟ الشيء الثاني الفهم الواسع. الحقيقة من مشكلتنا نحن الشيعة بصورة خاصة والمسلمين بصورة عامة فهمنا غير واسع. لا فهمنا للحياة الحاضرة واسع، ولا فهمنا للحياة الغابرة، ولا فهمنا للحياة المستقبلة. الفهم يعني أن تفهم ما أنت فيه، وأن تفهم من قبلك، وأن تفهم ما بعدك. الآن أكو في الغرب مدارس، هذه المدارس تسمى بالمدارس المستقبلية، يعني ينظرون هذه المدارس حسب الموازين بعد 100 سنة ماذا يكون، فيخططون الآن لعلاجه. هذا شيء طبيعي ومعقول. زوجتي حامل وبعد 15 أشهر تلد، ماذا يجب أن أصنع أنا؟ يجب أن أوفر كمية من المال لحفظ الولد للولادة في مستشفى الولادة مثلا. أنا نظريتي المستقبلية التي مثلناها في إطار الزوجة والأولاد والدار الذي نجمع المال لأجل بنائها، جدا كلمة رائعة. انظر إلى ما سبق، ما يأتي مثل ما سبق، وإنما الصيغ متغيره.